اكون عرفت البنت مثلا، عرفت عنها كل حاجه تمام، لكن مش هينفع اروح اتجوز واحده يعني اللي هو اول مره اشوفها وانا رايح اخطبها، مش هينفع. الصالونات بيبقى كل واحد بيتجمل في البدايه، يعني مش دايما بس بيبقى الغالب الداخل ده الشخص بيبقى داخل بيتجمل وهي قاعده برضه بتتجمل، مش بيبقى الحقيقه ظاهره. ما عشان برضه نتعرف الاول الاصل والقرايب وكده يعني. لا لازم اتعرف على حد الاول واختبره كتير واشوف يستاهلني ولا لا، او لو ما يستاهلنيش يعني خلاص. الانسان بيكون متعرف على الانسان قبل كده فبيكونوا فاهمين بعض وعارفين بعض، يعني بيبقوا عارفين بعض بيعرفوا عيوب ومزايا بعض، انما الصنود ده استعجال. والله بيبقى الاثنين فاهمين بعض اكتر، واخدين على بعض اكتر، فبقى في تفاهم بينهم يعني. برغم من ان الشباب اللي شفناهم في التقرير شباب والبنات واضح جدا هم بيفضلوا الزواج عن حب علشان الاستعجال وعشان حاجات كتيرة قوي، وعشان برضو قصة ان هو هيشوفها لأول مرة وهي هتشوفه لأول مرة وحاسس ان في حاجة مفروضة عليه. يعني في نفس الوقت في بعض الناس بيفضلوا الزواج التقليدي او خلينا نقول عليه زواج الصالونات. ليه اسمه زواج صالونات؟ لا علشان بيبقى مرتب جدا من الاسرتين او من العيلتين، وبيبقى هما رايحين عارفين بالظبط ايه السيكونس اللي هيحصل وايه اللي هيتم وايه اللي مش هيتم، يعني يا حصل يا ما حصلش. هنعرف بقى يعني ايه الافضل، والاكتر عايز اعرفه رايكم. يعني يا ريت تبعتوا لنا او تكلمونا على ارقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشه، ايه اللي افضل بالنسبه لكم؟ هل زواج الصالونات ولا الزواج عن قصه حب؟ دكتوره هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه ومتخصصه في شؤون المراه، اهلا بيكي. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور. ايضا الدكتور شريف العماري مدير المركز الاستشاري للاسره والمجتمع، اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. ضيوفنا النهارده هيقولوا لنا من وجهه نظر كل حد فيهم ايه الافضل، هل الزواج عن قصه حب ولا زواج الصالونات؟ دكتوره هبه اتفضلي. لا انا طبعا ما بفضلش زواج الصالونات خالص على اي حال من الاحوال. انما هو كوضع راهن هو موجود طبعا، في ناس كتير بتلجا له، ممكن لربما لانه الريتم السريع للحياه خلى انه ما فيش يبقى فيه احتكاكات مباشره طول الوقت، او بيدي كل واحد مساحه كويسة ان هو يشوف الطرف او يبحث عن نصفه الاخر زي ما بيقولوا، وربما نتيجة الانفتاح الفظيع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا عملت بعض الخبرات السلبية او السيئة عند بعض الشباب، فاصبح بالنسبة لهم انه يعني مش هتجوز بقى من البنات اللي انا بصاحبهم واللي بعرفهم على الفيسبوك وعلى الشبكة العنكبوتية عموما، هشوف انا اي حد مامتي تجيبهولي وخلاص. مش لازم على الفيسبوك، لسه يعني ممكن تبقى زميلته في المقفل في الجامعة ولا في الشغل ولا جارته اي حاجة. لا بقى ما هو معها، هو دلوقتي هو قاعد في الجامعة قاعد في الشغل قاعد في وسيلة المواصلات على الانترنت. هو يا واتساب يا فيسبوك المهم اي سوشيال ميديا تمام، هي هو دي كانت حياتنا، ده امر واقع دلوقتي. فيعني اقصد اقول من كتر الانفتاحات دي هو بقى عنده في النهايه يعني ازمه نفسيه، تجربه وحشه. تجربه وحشه، فالتجربه دي بتخليه دايما ان هو يدور على طريق شرعي. اوكي، فالشرعي دي فعلا يعني ماما هتجيب لي عروسه بقى، فماما اللي هتجيب له عروسه دي على اعتبار ان العروسه دي لسه بالبرشامه بتاعتها بالسلوفين، والله اعلم يعني ما هي ما هو تطلع كويسه تطلع تمشي الدنيا ما تمشيش. لا وبعدين ده ممكن، ما هي ممكن نفس الشخصيه يبقى كان عندها برضو نفس يعني ما هي برضو تكون من نفس نوعيه الناس اللي انت تعرفت عليهم قبل كده. انت ليه مفترض عشان انت ما تعرفهاش انه ان 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 هي يعني لسه على حالتها؟ دي موروثات يا دكتور هبه، هنرجع لك فيها مره ثانيه. دكتور شريف ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. الحقيقه موضوعنا النهارده بيتميز ان هو احنا بنتكلم في فرعين ما لهمش ثالث، هو الزواج حاجه من الاثنين، اما تعارف خارجي علاقه وحب او غيره، او تعارف من غير حب يعني تعرفوا على بعض عن طريق العمل او غيره وراح تقدمناها على طول، او زواج المعارف او الزواج التقليدي او الزواج المرتب او زواج الصالونات. مساله الاصطلاحات مش مشكله فيها خالص. حضرتك قلت لي تعرف مثلا زي ما تعرف الخارجي من غير حب، احيانا بيشوف حاسس اعجب بيها بس ما حبهاش لسه،
ايوه يعني شاف ان دي شخصيه مناسبه، شخصيه كويسه وناجحه واه مناسبه ليا وراح اتقدم لها ومش راح اتجوز على طول بقى. فاحنا بنتكلم على موضوع فيه طرفين حوار او طرفين تنفيذه ما لهمش ثالث. هل في طريقه ثالثه للزواج؟ لا، هما الطرفين اللي بيتكلموا. فده متميز حديثنا النهارده ان محصور في اللي احنا هنقوله. طيب على ارض الواقع نسب نجاح الزواج المرتب اعلى بالاحصائيات الموجوده على الانترنت وغيره من الزواج التعارف الخارجي. خارج منين الاحصائيات دي يا فندم؟ موجوده والله في جامعات عالميه وعن طريق المراكز الاسره. انا عن طريق عندي مركز اسره مثلا، فعندي في ناس كتير جدا من اللي اقدموا على الزواج عن طريق المعارف او عن طريق العائلات، الزواج العائلي او الزواج المرتب، كانوا انجح واميل الى نمو الحب بينهم غير اللي عرفوا بعض بره فتره طويله وحصل بينهم علاقه كبيره جدا قبل الزواج. وبعدين السلبيات في الغالب ما بتظهرش غير في البيت، ده كلام اظن احنا هنجمع عليه، لان دي كشف احنا لما بنقرب لبعض وبننام ونصحى مع بعض. يعني انا النهارده مع حضرتك في الاستوديو ضيف حضراتكم اخواتي وكده، في برضه تحفظات الى حد كبير وده امر اظن ما فيهوش خلاف، انما لما نعيش ونسافر مع بعض بقى ونقعد مع بعض بيظهر سلبيات ربما ما تكونش داعم لنجاح العلاقه بينا. ممكن النهارده الدكتور شريف ده شخصيه احنا بنستفيد منه لو رحنا مع بعض. خلينا نتفق ان الاحصائيه دي خارجه من عند سيادتك في المركز، لان انا حضرتك تذكر لي اسم الجامعه اللي طلع. لا بس موجود جامعه هارفارد، موجود في 2011 جامعه هارفارد جواز الصالونات انجح. هو في جواز تقليدي في هارفارد؟ موجود احصائيه التعارف عن طريق الزواج. هل يا فندم مش هو انا اللي بقول؟ لا لا احنا بنتكلم، انا في الاول يا فندم قلت على مصدر، المصدر موجود. لا انا لا لا معلش لا بس انا عايز اقول لك مش هتناقش على مصدر، هناخد الحوار. لا انا قصدي المصدر، انا في الاول خالص قلت كل واحد في حضراتكم هيقول الموضوع من وجهه نظره ومن دراسته، ماليش دعوه بقى لا حد قاله ولا ما حدش دراستي برضه بشوف هل ده موجود برايا ولا انا بس. تمام، لازم افهم برضه امر زي كده. طيب خلينا نتفق على ان احنا لما نقعد في مجلس او اثنين او 20 غير لما نعيش مع بعض سنة واثنين وثلاثة، خلاص بتظهر الأمور السلبية، ممكن يحصل فجوة بينهم غير التعارف اللي هو مرتب. أولا عدد العقول المفكرة في الزيجة دي بيبقى كبيرة، اللي هم عرفوهم على بعض، الإخوة والأخوات والجيران والعمات والخالات كلهم بيفكروا في نجاح المشروع ده، غير لما بيكونوا هم طرفين فقط. في هم الطرفين دول بعد كده اكيد هيلجأوا لاهاليهم والمعارف. مفهوم يا فندم، يعني مفهوم، بس هم اختاروا خلاص. بص يا فندم، الفرق بين زواج الصالونات على حد التعبير الدارج والزواج الحب على حد التعبير الدارج ان هنا بيختار بعد كده يتقدم، وبقى التاني بيتقدم بعد كده يختار، لانه زواج الصالونات او زواج التعارف العائلي طيب. لما يروح يتقدم ده مش معناه ان هم اتجوزوا خلاص طيب. ممكن أنا يفكروا وما يحصلش نصيب، انما تاني خد قراره بره. ده مش معناه ان هو هيتجوز برضه. بس لا يا فندم، لا ازاي؟ ما هو ممكن قراره يحصل، ما هو عيلتين بعد كده هيتعرفوا على بعض، ممكن يحصل خلاف ما بين العيلتين. ماشي، بس هما في الغالب خدوا القرار، وهي قالت لماما وقالت لبابا، ما هو برضه اسر كويسه، وقالت لماما وقالت لبابا، وهو قال لمامته وقال لبابا، وخلاص احنا مقتنعين بس رايحين بس ننفذ اليات. طيب اتفضل. في دكتوره هبه بنات مثلا بتقول لي انا يعني هم ابتدوا، انا ابتدوا يبعتوا كانوا من اول الحلقه وشباب، قصة جواز الصالونات دي بالنسبة له، في ناس قالت ان هي نجحت معاها بس في نص الزواج حصل، كان حاصل فجوة نتيجة ان هم عارفين ايه اللي بيتم، او يعني الحياة مش سامحة بده قوي دلوقتي. وفي ناس بتقول مثلا وانا رايح اتقدم لواحدة او هي جايلك عريس، طبعا البنات اللي قاعدة تتفرج علينا دلوقتي معظمها تبقى عارفة ما هذا الاحساس الغريب، ان في حد هي كاتبة كده بالظبط، انا حاسة ان في حد جاي يتفرج عليا وانا مش عارفة مين ده وايه اللي هيحصل، والبنت عندها بانيك وعمرها 27 سنة. طيب عايزين بس نقول انه مبدئيا كده ما في يعني جواز الصالونات، احنا انا ضد فكره ان احنا نقول ان هو انجح ولا الجواز عن حب او 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 خلينا نقول عن اختيار مش عن حب، يعني بصفه عامه عن اختيار. ما هو انا ممكن اختار فعلا شخص ده يصلح لي للزواج انا كبني ادم، بس العيله تختار لي حد تاني. لا اقصد اقول انا او راجل يختار امراه معينه يتجوزها، زميلته وجارته يعني اي وات ايفر يعني هي ايه، بس في النهايه مش عن علاقته، بس هو شايفها مناسبه، بس هو اختياره هو اختياره هو. تمام، يعني قصدي اقول محدش دخل وسيط عشان نقول عليه صالونات،
فاهمه؟ فاهمه وجهه نظري؟ مش لازم مش يكون لازم عن حب، هو شايفها شخصيه مناسبه وهي شايفاه كويس ومحترم حلو. الزواج بصفه عامه بشكل عام نجاحاته او فشله ايا ما يكون، سواء كان هو عن طريق اختيار شخصي او اختيار محدد او عن طريق صالونات او معارف، هو في النهايه في مشكله كبيره حوالين موضوع الزواج والانفصال. وبقى الدراسات عن الجهاز الاحصاء عندنا مؤخرا بتقول انه فئه الطلاق كبيره جدا في السن الصغير، كل دقيقتين من 20 ل 40. طيب وبعدين في السن الصغير في الفتره في السن ايوه ما بقول حاجه من 20 ل 40 سنه. يعني اقصد اقول انه كمان يعني في الحديث، يعني مش 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 الكبار في السن، يعني اقول ده مؤشر مش كويس للاجيال اللي بتطلع اللي بعد كده، انها بتتزايد والسن بيقل، المعدلات بتزيد والسن بيقل. فلازم حد بتوع علم بقى اجتماعي يتخصصوا جدا في مراكز البحوث انه ليه بيحصل ده. طبعا في 500 سبب. فاذا لما يبقى في جواز صالونات يبقى في دخل طرف ثالث. الدكتور كان بيقول من شويه انه بيبقى في اطراف كتير حابه ان الموضوع يمشي، ده على عيني وعلى راسي. بس برضه الدكتور قال حاجه بيقول لك ما هو اصل احنا مش بيبان حقيقتنا غير بالعشره والمعامله في البيت، فانه مش بالضروره انه يعني انه حبوا بعض الاول ان هم ينجحوا، مش بالضروره. طب العكس ده يثبت يعني عكس الكلام اللي حضرتك بتقوله. ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. لانه وهم جايين في صالونات في مكان شيك والعائلات قاعدين، العائلات كلها لابسه احسن ما عندها ومقدمين احسن ما في مطبخهم وجايبين احسن فرنتشر وعاملين احسن اساس، يعني الفيك او الصوره المزيفه اكبر بكتير من ان اتنين احتكوا ببعض بطريق مباشر. اتنين احتكوا ببعض حضرتك بطريق مباشر وخرجوا وسافروا بيشتغلوا مع بعض، راحوا في الجامعه مع بعض، يعني على الاقل لو مش شايفين بعض تحت سقف البيت بس على الاقل شايفين سلوكيات بعض عند الغضب، لما يشوفوا حد محتاج، لما يشوفوا حد وقع في ازمه، لما يعني في سلوكيات كتير اكتسبوها، قدرتهم على تحمل طيب. الاخر انفعالاتهم. كلام جميل. خليني اقول لكم على حاجه. التعميم في الحاجات اللي ليها يعني دعوه بالعلاقات او من المشاعر مش مطلوب. يعني بقول لحضرتك ايه، الجواز بصفه عامه. ما انا هقول لك حاجه. انا هقول لك حاجه. يا ممكن قوي يبقى عندي دلوقتي جواز عن حب وبعد شويه البنت او يعني الزوج بيجي يقول لك ايه هو يعني اتغير او هي اتغيرت، في حالات كده والجواز عن قصه حب فظيعه. في حالات كده في جواز عن قصه حب وفي النص بتحصل قصه حب تانية مثلا فبينفصلوا. في جواز صالونات بيبقى بادئ غلس قوي وبينتهي كويس جدا وبيحبوا بعض. هو الموضوع ملهوش قاعده معينه، هو الموضوع زي ما دكتوره هبه بتقول اختيار. انا بختار على اساس ايه؟ وبرضو الاختيار ما ينفعش يخلو من المشاعر. ما ينفعش الاختيار يا جماعه يخلو من المشاعر. ليه؟ هذه المشاعر اللي بتخليني اتحمل مشكله، ما اقفش قدام على الواحده، ما مش كل شويه اقول انا عايز اتطلق، مش كل شويه اقول انا عايز الشحن بتاعي بطاريتك بالظبط الطاقه. ايه اللي بيخليني اقف قدام الدنيا كلها عشان حد او حد يقف قدام الدنيا كلها عشان؟ ايه اللي بيخليني بلاش الزوج؟ ايه اللي بيخليني لو شفت مثلا طفل مش حتى ومش ابني بيتعرض لخطر اروح اجري عليه؟ ما دي مشاعر. المشاعر ما نستهونش بيها. لا انما الموضوع لما يتحول لبيع وشروه سواء عن حب بزنس او معلش اصل بنتي لازم تتجوز بنت فلانه عشان هي ما اعرفش ايه، لا. هل طبعا كل امر اجتماعي ده طبعا فرع من من علم الاجتماع، يعني الزواج والاسره وكده. هل كل امر اجتماعي علشان ينجح لابد يكون ليه دعائم؟ ولازم ندرس اسبابه برضه. طيب دعائم نجاح الزواج عن حب اكبر ولا دعائم نجاح الزواج اللي هو التعارف العائلي اكبر؟ ده واحد. اتنين، احنا بنلجا للزواج عن حب عشان ظروفنا ولا بنلجا للزواج اللي هو عن طريق العائلات عشان ظروفنا؟ طيب الدراسه الاجتماعيه بتقول ان الزواج عن حب ده دارج في كل المؤسسات والاجتماعيات، يعني مدرس ومدرسه، موظف وموظفه، جار وجاره، زملاء في الدراسه، قرايب، ده امر دارج جدا 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 مفيش عليه كنترول خالص. طيب يبقى الثاني، الزواج النوع الثاني هو اللي احنا بنلجا له. بنلجا له ليه؟ لان في اسباب. من ضمن الاسباب كتير بنات قالت انا بصراحه نسيت نفسي ما بين دراستي وما بين شغلي وما بين اخواتي وماما وكلام زي كده. طيب جت خالتها قالت لا يا ما انت ظروفك المفروض تبداي حياتك الزوجيه، وراحت مساعداها. هل ده هنا داعم لفشل؟ هل ده هنا ما ساعدهاش؟ البنت فعلا ناسيه نفسها، دراسات عليا وعمل ونجاح وكلام زي كده، فاحتاجت للزواج العائلي او اللي بيقولوا عليه زواج صالونات.
طيب هل هي ما عندهاش حد؟ هي طلبته يا دكتور ما تطلبش. ايوه ما هي دلوقتي تطلبش. في بنات بتقول لك وضع اجتماعي انا دلوقتي أستاذة؟ الزواج بالنسبه لي حاجه هتكمل الحياه يا فندم. الحياة. في وضع اجتماعي قابلنا كتير جدا جدا ان هي ما تطلبش ابدا، هي ما فيهاش عيب اصلا، ده وشافت شباب كتير لكن هو الموضوع لا 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 ما قابلهاش. انا مش بقول انا مش قصدي كده، انا مش قصدي ان هو زي الشباب قال لها ماما شوفي لي عروسه، لا ما فيش. انا مش قصدي كده، ان هي بتقول انا في هذه المرحله خلاص، يعني لو جه حد وشفت ان حد مناسب انا هتجوز. في ما بيقولش خالص، هو منخرط مع الحياه العلميه والعمليه. لا هي انخرطت فنسيت، ده كلمه نسيت دي اتقالت يا فندم، هي نسيت خلاص، نسيت نفسها كان هي تبدا حياه زوجيه ناجحه في عملها، ناجحه في دراستها جدا. بص يعني هو في حالات يعني في حالات حقيقي. بتبقى زي كده وفي حالات تانية بتبقى تقول لك يبقى احنا هنا الملاذ. بص يا استاذه مها انا عايز اقول هنا ايه، انا عايز بس ادي فكره معينه، وانا طبعا نصيب ده قضاء وقدر طبعا يعني. لا بتنسى، انا برجع للنصيب يا دكتور لسبب. في رجاله بتنسى، ناسي انها واحده وهو بينسى انه راجل، نسي يتجوز يا فندم، نسي يتجوز. لا لا نسي يتجوز صعب يا فندم، لا صعب. اعرض على حضرتك امثله، ده في علماء كمان. لا صعب. يعني سيدنا الامام احمد بن حنبل قال انا نسيت، هو قاعد لحد 40 سنه، لحد 40 سنه وراجل امام من اهل السنه. لا انت دلوقتي بتناشد بشخص هو مشهور بس لما كان كبير. معلش زمان كان كبير يا فندم، زمان كان كبير. طب انا عايز اقول ايه؟ لما الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانه وتعالى يعني اللهم صل وسلم عليه يا رب. ربنا سبحانه وتعالى لما بلغوا بالدعوه بلغوا، بدا من امتى؟ 40 بس كان متزوج بقاله 15 سنه. لا ما نخرجش من الموضوع، هنقول بس ايه، هنقول هنا. انا عايز ادي فكره، بقول انه 40 سنه ما كانش، مش فكره النسيان، ده دكتوره. بص انا اقول فكره صغيره خالص، فكره صغيره خالص. ايه هي؟ ان الزواج الطبيعي اللي هو بتاع التعارف عن طريق اي حاجه، الشغل او الدراسه، ده خلاص ما حصلش، فبيبقى ملاذنا عشان البنت والولد. انا ما بتكلمش على البنت بس، خلي فكره، على فكره الولد احيانا بيحتاج لذلك برضه، البنت والولد يبداوا حياتهم الطبيعيه، تكوين اسرتهم الطبيعيه، بيبقى الملاذ بتاعهم المساعده العائليه اللي هو زواج الصالونات. اذا هم، طب اكمل معلش على كلام، مش اذا هم تقبلوا، في شباب وبنات بيقول لك انا مش عايز اكبر، يعني تجبرني على. حضرتك قلت حاجه استاذه مها غريبه، قلت ايه؟ البنت بتقول انا حد جاي يتفرج عليا. طب ما انت هتتفرجي برضه، لا والقرار هي قرارك. هي مين اللي قال هتتفرج عليا؟ لا انا ما اقدرش. بص عارفه مين اللي قال يا فندم؟ اقول لحضرتك مين اللي قال؟ ماري منيب لما راحت شدت شعرها وجابت لها بندقه والدراما. لا يا فندم دي بنت عندها 27 سنه. حد جاب لك بندقه يا دكتوره؟ لا 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 لا، حد جاب لك بندقه؟ لا بيعملوا حاجات مشابهه بس انا هقول لحضرتك. ولا هي بتقول له يا ابني ده اختيارك وانت اللي هتعيش؟ الثقافه اتغيرت، كل واحده، ما انا بقول لك عشان الثقافه اتغيرت، كل واحده وليها عقليه، ثقافه الخمسينات، ولازم احترم عقليه البنت وعقليه الشاب. تمام، ما اقدرش اقول لها انت لازم تقعدي تشوفي العريس ده. انا برد، طب شوفيه وخلاص، وهي مش عايزه. لو هي مش عايزه وهو احسن واحد في الدنيا هتطلع فيه عيب. انا فاهم، انا برد على كلمه واحد جاي يتفرج عليا. هي جت منين؟ ما هي كمان هتتفرج، جت من ماري منيب، الثقافه بتاعت الخمسينات ان الام تروح تشد الشعر، تجيب بندقه، كلام زي تقرصها، واخده بالك؟ لا لا لا، هي الام ما بتعملش كده. معلش، هل ده موجود؟ لا مش موجود. بل بالعكس، البنت ما بتدلقش الشربات والحاجه الساقعه والشاي، الكلام ده كان، ده كان زمان. هي ما قالتش كده خالص، انا حرام ان انا اظلم البنت. لا ما يضايقنيش. حلو، لكن الانثى بطبيعتها لما تحس انها فرجه ده يضايقها. امال الاختيار يبقى ازاي؟ طب ما ده بقول لك من غير فرجه. لا يا فندم، حضرتك لسه قايم دلوقتي وحضرتك ضد. حضرتك انا لا ضد ولا مع، ما حدش ليه دعوه برايي. انا بتكلم، انا بسمعكم انتوا الاثنين. انا بس بقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. حضرتك لسه قايل دلوقتي لو هي مش متقبله هذا النوع من الجواز مش هتشوف العريس اصلا، وهو لو مش متقبل هذا النوع يقول لك لا ما تاخدنيش. إيه انا معاك، هي ما تتقبلش ليه؟ دي حاجه شخصيه، هي حاجة ترجع لها، حاجة حرة بقى، حاجة شخصية. ما اقدرش اقول لها انت لو اتجوزتي زميلك في الجامعه ولا زميلك في الشغل تبقى انت كده وحشه. لا، مين اللي قال انها وحشه يا فندم؟ انا بقول لحضرتك الطبيعي ان هي بتشوف حد هو بيشوفها يروح. طب ما من غير تعارف خالص، في واحد قعد جوز اربع بنات وسنه عدى ال 40 وبعدين شاف واحده عجبته شكلا كده وراحت قدم ونجح ونجاح كبير جدا جدا جدا، ولا حبوا بعض وده اسمه تعارف خارجي مش صالونات برضه. جوز اربع بنات يعني اخواته البنات، فطبعا قعد فتره طويله اتاخر على سن الزواج، وبعدين شاء سبحانه وتعالى انه يشوف واحده سوبر ماركت في غيره، المهم انه راح اتقدم لها ونجح. ده نصيب، ما ده اللي بيقول حضرتك. هنا ده تعارف خارجي اهو وناجح، مش مشكله خالص. هو انا برجع كل الموضوع زي ما قلت لكم في الاول، ممكن زواج عن حب يفشل او ينجح، ممكن زواج صالونات يفشل او ينجح، بس في نسب
على حسب النصيب. انا ماليش دعوه بالنسب، انا ما اعرفش يا فندم النسب. لا مش علم الاجتماع بيدرس النسب حسب النصيب. انا بقول على حسب. لا يا فندم، دي ليها الحياه دي ليها قدسيه كده معينه. اذا كان مفيش نصيب يعني بيقعدوا مع بعض 20 سنه وبعدين بيسيبوا بعض وكل واحد بيتجوز حد تاني، ما هو ده نصيب. انا ما اقدرش اعبس في هذا ابدا يعني. في ظل الضغوط اللي احنا بنعيشها الحياتيه والمجتمعيه، في ظل الظروف والانفتاحات الكتيره قوي اللي حاصله على مستوى التواصل والاتصال، لو انا ما عنديش، لو انت، لو يعني لو الشخص، لو كل طرف من التاني ملوش رصيد عند الاخر كفايه، مش هيستحملوا بعض، مش هيستحمل. عشان على اقرب خطا او اقرب فجوه او اقرب خناقه هينفصل، وده اللي بيحصل. امال احنا بقى بسمع الكلام اللي زي ايه؟ واحد مثلا جاي متقدم لواحده وهو يعني متجوز واحده تانية، فتيجي تقول له طب انت عايز تتجوز على مراتك ليه؟ المشكله بقى ايه؟ يعني مبعوته لي 90 مره، انا هقولها مره واحده عشان هي مبعوته كتير. ماشي؟ فيقول لها اصل انا متجوز واحده جوزت صالونات، يعني مش فاهمه. اصل انا متجوز واحده قريبتي ماما كانت جايباها لي، اصل اتجوزت وانا صغير. ايوه، هي المفروض كده ده سبب يعني؟ انا فاهم حضرتك، انا فاهم حضرتك ليه يا فندم؟ عايز افهم. لان هو هنا ما اختارش، هم اهله اللي اختاروا. اه بالظبط، يعني هو غلط. لا دي ليها ذنب، لا دي ليها ذنب ودي ليها ذنب. لا هو في الحقيقه، لا هو في الحقيقه ممكن يبقى هو اختار وافق، وهو وافق على اختيار اهله، لان ما فيش واحد هيجوز راجل كده وهو مغميه وضامم ايديه. بس هو الحقيقه ما اكتفاش وما شبعش، فبيوجد مبرر شيك للانثى اللي قدامه، يعني كده يقول كده وخلاص. يعني بقى يعني اصل ما فيش، انا ما فهمش الراجل يقول لي اصل انا متجوز غصب. يعني ايه اتجوزت؟ يعني ايه يعني يعني كتفوه وحطوه جوزوه بالعافيه؟ لا مش منطقي. هو في كده اذا كان هو ما كانش عنده حريه قرار ثواني بس بالظبط. البنات يا بنات انتوا دافع ايه اللي بعتين بعتين المشكله دي اسمعوا لو سمحتوا، لانه ما ينفعش ما يبقاش عنده القدره ان هو ياخد قرار حياتي ومصيري زي ده. وانا اصلا امنه على حياتي. يعني ده اذا كان هو قرار زي ده واخد شراكه مدى الحياه، بعتبر ان الزواج شراكه مدى الحياه. اكبر اسباب فشل الحياه الزوجيه السرعه، تسرع طبعا. فلابد ان احنا ندرس الامر كويس، لان ده اكبر مشروع واشرف مشروع الانسان، الانسان بيقدم عليه في حياته مفروض. فلابد ان هو يكون محل دراسه واهتمام اكتر من كده يعني. ونبعد عن الضغوط يعني. يا بنات ويا شباب بطلوا بقى قصه انت كبرت، انت كبرت. الخوف من شرح الجواز، لا مفيش الكلام لو بقى. سمحتوا لا، في اسر بتعمل غلط. كده غلط. بتعمل. واللي بيحصل ايه؟ ان بينتقلوا من خاله عوانس لخاله غلط. مطلقات يعني يعني ايه يعني ايه الجديد؟ ايه الاضافه؟ ولا يعيبها، ولا يعيبها، ولا ده يعيبها، ولا يعيبها ان هي ولا التاخر، ولا التاخر، ولا الطلاق. انت ما يعيبتيش اي حاجه، ولا انت عيبك اي حاجه غير عقلك وطريقه تفكيرك وشغلك واختيارك في الاخر. طبعا احنا بنقول ان كل حاجه نصيب وكل حاجه، بس انت برضو في عقل. ما اقدرش اقول اصل ما رضيتش ازعل فلانه، اصل ما رضيتش ازعل فلان، اصل كذا. يا جماعه نحترم هذه العلاقه شويه، هذه العلاقه زي ما بيتقال كده اشرف من ان احنا نهينها. بس سريعا استاذ شريف، في فكره عشان وقتنا. أنا عايز بس اوصلها ان هو اذا ما حصلش تعارف خارجي عن طريق عمل او عن طريق دراسه، ايه الحل؟ نقعد كده؟ ايه المانع ان انا اشور على اخويا اقول له ايه انت ما بداتش حياتك الزوجيه ليه؟ طب فين يا دكتور بقى انا؟ لا في بنت خالك وبنت عمك وجيراننا وكذا الناس طيبين، هو ده الصالون ده، ايه المشكله؟ لا عند بعض، انا اتكلمت على راجل اهو، عند بعض الناس مفيش مشكله. احنا كده هنخش في يعني، ما هو ده هو ده، انت بتقدم له نصيحه مش اكتر، لكن مش بتفرض عليه برضه. ما قلتش واحد، ما قلتش بنت، قلت ولد. على حد حاجه هذه العلاقه اقدس من ان احنا نفرض فيها حاجه على حاجه. لو قرار واختيار، وقرارك واختيارك، ما حدش يقول لي بعد كده غصب عني وترجعوا تزعلوا. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتوره هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه المتخصصه في شؤون المراه. شكرا. بشكر ايضا دكتور شريف العماري مدير المركز الاستشاري للاسره والمجتمع. مشاهدينا بشكركم كلكم اللي بعتوا لحسن المتابعه، والناس كمان اللي اتصلت. وإن شاء الله ألقاكم دايما كل خميس وجمعة 9 من 9 ل 11:30 ونهاية الأسبوع.